أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، هذا هو اللقاء 19 في سلسلة أفلا تذكرون. في اللقاء الماضي توقفنا عند استغلال الوقت أثناء النوم، كيف تستثمر وقتك أثناء النوم، وقلنا إنه من الأشياء العجيبة أن الدماغ يبقى في حالة عمل أثناء النوم، نشاط وحركة وتنظيف للسموم واسترجاع للمعلومات وتنظيم للمعلومات أيضا. بل إن النوم كما يقول العلماء يزيد من قدرة الإنسان على الإبداع، ولذلك فإن استغلال هذه الفترة مهم جدا. وأفضل كلام يمكن أن تستمع له وأنت نائم هو كلام الله تبارك وتعالى، القرآن. يجب علينا أن نستغل فترة النوم وهي تمثل من ربع إلى ثلث أعمارنا، هذه الفترة نستثمرها بالاستماع إلى القرآن العظيم. واليوم القرآن ميسر من خلال الأجهزة الإلكترونية. موضوع التعلم أثناء النوم أيها الأحبة شغل بال العلماء لفترة طويلة، واليوم يحاولون رصد العمليات التي تتم في دماغ النائم ومدى تأثره بالكلمات التي يستمع إليها وهو نائم، وذلك من خلال جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي المسمى FMRI. إذن استمعوا للقرآن، هذه نصيحة لن تندموا عليها ولن تكلفكم شيئا، ولكن سوف توفر الكثير من وقتك أثناء النهار، لأن المعلومات التي سيأخذها الدماغ ويتفاعل معها ستنعكس عليك أثناء النهار بعد أن تستيقظ وتبدأ بممارسة نشاطاتك. سوف تشعر بهدوء وسكينة، وبخاصة أولئك الأشخاص الذين لديهم لا يستطيعون أن يتحكموا بانفعالاتهم العاطفية، تجد أن لديهم نوبات غضب أو ينفعل لأتفه الأسباب. الاستماع للقرآن أثناء النوم يعالج هذه الظاهرة ويقضي عليها نهائيا أيها الأحبة. الشيء الثاني الذي أود أن أحدثكم عنه اليوم هو إذا أردت أن تستثمر وقتك بشكل فعال، فمعظمنا لديه وقت كبير أثناء العمل، ينبغي استغلال هذا الوقت أثناء العمل. ونقول دائما أيها الأحبة، هذا الوقت ستسأل عنه يوم القيامة، ستسأل عن عمرك فيما أفنيته، كيف أفنيت هذا العمر، كيف أنفقت وقتك، كيف ضيعت هذا الوقت. أهم قاعدة من قواعد النجاح أن تضع هدفا أمامك ويصبح هذا الهدف كل همك وتفكر فيه طوال اليوم وتعمل عليه حتى يتحقق، وبالتالي فإن وقت العمل ضروري لإنجاز الكثير. فكثير من الناس يعني يستطيع إنجاز أشياء كثيرة خلال فترة عمله كل يوم، مثلا يمكن أن يستمع إلى القرآن الكريم أثناء عمله أو أثناء قيادته للسيارة أو أثناء جلوسه على مكتبه. طبعا أيها الأحبة، هناك تجربة شخصية طبقتها على نفسي، وكان من أهم ثمراتها أنني عندما كنت أستمع إلى القرآن لفترة طويلة كل يوم ولعدة سنوات، لاحظت أول شيء أن مستوى المعلومات هنا في دماغي أصبح أعلى بكثير. عندما أقرأ أي كتاب أصبح استيعابي لهذا الكتاب
أكبر بعشر أو عشرين ضعف من السابق. أصبح أيها الأحبة لدي هذه اللغة العربية، أنا أرتاح حقيقة عندما أتحدث بلغة القرآن. يعني سوف تستفيد من خلال الاستماع للقرآن الكريم أن تطور اللغة العربية لديك. الله تعالى يقول في كتابه العظيم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لماذا عربيا؟ لماذا لم يكن باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية أو الصينية؟ لعلكم تعقلون. ربط بين اللغة العربية والعقل، التعقل. فإذا أردت أن تمتلك ذاكرة قوية وقدرة أعلى على الاستيعاب، قدرة أعلى على التفكير والإبداع، عليك بالاستماع للقرآن العظيم أيها الأحبة. طبعا كما قلنا، حتى وقت نومك يمكنك استثماره في تعلم أشياء جديدة. هذه الطريقة استخدمها بعض العلماء اليوم، ولكن للأسف كانوا يجربون ذلك من خلال الاستماع للموسيقى، وعلى الرغم من ذلك حصلوا على بعض الفوائد المهمة. فكيف بنا إذا استمعنا لكلام الله تبارك وتعالى؟ كيف بنا إذا وضعنا هذه الموسوعة القرآنية التي هي أكبر موسوعة في الكون علميا واجتماعيا ونفسيا وفي كل النواحي، وضعت هذه الموسوعة في قلبك ودماغك؟ سوف تتغير حياتك بالكامل. يعني مثلا عندما تسمع قول الله تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وتسمع آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بالمقابل تسمع آية تقول: ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فعندما تدخل هذه المعلومات هنا وتتفاعل، ما الذي يحدث عندما تتكرر هذه المعلومات كل يوم وكل لحظة وأنت تستمع ودماغك يعالج هذه البيانات القادمة من القرآن الكريم؟ سوف تتغير شخصيتك بالكامل. يعني الاستماع للقرآن لفترات طويلة جدا يتغير نموذج الشخصية بالكامل. إذا كان لديك انفعالات تصبح أهدأ، إذا كانت لغتك ركيكة تصبح لغة منضبطة، يعني قريبة من لغة القرآن السهل الممتنع. إذا كان لديك مشاكل اجتماعية، سوف تجد أن استماعك للقرآن وحصولك على هذه المعلومات هنا، وعندما يقوم الدماغ بترتيب ومعالجة هذه المعلومات وتنعكس على جسدك وعلى الأوامر التي يعطيها الدماغ للجسد، سوف تصبح أهدأ، يصبح قلبك مطمئنا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يصبح لديك طاقة أعلى للعطاء، يصبح لديك شيء للأسف معظمنا فقده اليوم، أن تعطي دون مقابل. للأسف اليوم أسوأ شيء نعيشه نحن الآن في هذا العصر المادي أنه لا يوجد أو قليل من يعطون دون مقابل، الكل يطلب المقابل، لا تكاد تجد أحدا يقدم شيئا لوجه الله، قلائل جدا. موجود طبعا ولكن نسبة قليلة جدا، مع العلم أن كل إنسان بمجرد أن قال عن نفسه إنه مؤمن ينبغي أن يطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبقوا هذا الحديث اليوم. كم واحد يطبق هذا الحديث أنه يريد الخير للآخرين كما يريده لنفسه؟ إذن أيها الأحبة، القرآن العظيم مهم جدا، تستطيع أن تستثمر وقتك، وبخاصة الوقت الضائع. يعني مثلا هناك وقت ضائع كبير يشمل المواصلات،
الأعمال اليومية المختلفة من طعام وشراب وأحاديث في العمل أو أحاديث مع الآخرين، هناك وقت مخصص لمشاهدة التلفزيون أو الاستماع للراديو أو مشاهدة مواقع التواصل الاجتماعي، يوتيوب وفيسبوك وغير ذلك، وقت ضائع كبير على المواقع الإنترنت. هذه كلها يجب استغلالها بشكل يرضي الله تبارك وتعالى، لتكون رصيدا لنا في الدنيا وفي الآخرة، وسوف نتعلم طريقة لتحقيق ذلك. طبعا أيها الأحبة، سوف أعطيكم الآن نصائح سريعة لاستثمار الوقت. النصيحة الأولى: انظر إلى الوقت على أنه كنز ثمين بين يديك. هذا الكنز أعطاك الله إياه، فلا تبدده دون مقابل. لا تجعل هذا الكنز من الوقت يذهب هباء منثورا. النصيحة الثانية: انسى أي مشكلة تصادفك ولا تعطها أكثر من دقائق من تفكيرك. بعد ذلك انتقل للتفكير في قضية أخرى. التجربة التي قاموا بها على رجال أعمال ناجحين جدا، تبين أن الكل لا يعطي من وقته الكثير لحل مشكلة معينة، يعالج المشاكل بسرعة. والقرآن الكريم كما قلنا، استماعك للقرآن يساعدك على أن تكون مطمئن القلب، وتعالج هذه المشاكل الكبيرة، تعالجها بسهولة وبسرعة، وتنتقل إلى أعمال أخرى، لا تبقى في نفس الزاوية، لأن هذا سيقتل معظم الوقت لديك. نصيحة أخرى: أكثر من الدعاء ومن الاستغفار ومن تلاوة القرآن، فهذه الأشياء تجعلك أكثر اطمئنانا، وتساهم في استقرار عمل القلب والدماغ، مما يساعدك على الإبداع والتفكير بطريقة أفضل. طبعا هناك أيضا تقنية أو نصيحة أخرى، وهي أن تفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى، فالتأمل يساعد على الإبداع وعلى اتخاذ القرار الصحيح، وبالتالي سيوفر عليك الوقت الذي ستضيعه مع القرارات الخاطئة، لأن كثرة التأمل والتفكير وتدبر القرآن تنشط منطقة الناصية، هذه المنطقة هي المسؤولة عن الكذب والخطأ وعن القيادة والتوجه، ومسؤولة عن اتخاذ القرار. فكلما تأملت أكثر، تفكرت في هذا الكون، في القرآن، في مخلوقات الله، في آيات الله تبارك وتعالى، في علم الفضاء، الفيزياء، الأرض، الجيولوجيا، الجبال، البحار، كلما تفكرت وتأملت أكثر تنشط وتنمي هذه المنطقة التي هي مسؤولة، منطقة الناصية، هي بريفرونتال لوب، خلف الجبهة، مقدمة الدماغ، هذه الكتلة من الخلايا هنا هي المسؤولة عن اتخاذ القرار. فكلما كانت هذه المنطقة أقوى وأفضل وأنشط، يكون لديك قدرة أعلى على اتخاذ قرار سليم. لا تغرنك الدنيا وزينتها وأموالها وأغنيائها. وخير مثال قارون، يعني خذوا مثال قارون. قلنا في لقاء سابق إن كتب البرمجة اللغوية العصبية أيها الأحبة، التي يعني أمطرت الأسواق وبيعت منها ملايين نسخ، تركز على الغنى الفاحش، كيف تحصل على الثروة فقط، وهذا الهدف غير صحيح. يعني خذوا مثال قارون. قارون كان من قوم موسى، آتاه الله من الكنوز ما يعجز أو تعجز العصبة أولي القوة، يعني أناس أقوياء يعجزون عن حمل مفاتيح هذه الكنوز، فما بالكم بالكنوز إذا كانوا يعجزون عن حمل المفاتيح، فكم حجم هذه الكنوز؟ ثروات هائلة جدا. على الرغم من ذلك، عندما فرح ويعني أصابه الغرور، قال له قومه: لا تفرح،
إن الله لا يحب الفرحين. فكان جوابه إنما أوتيته على علم عندي، لم يقل أوتيته بفضل الله، بل قال أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ فعندما خسف الله به وبداره الأرض، أين ذهبت الثروة وأين ذهب المال؟ وهو الآن في جهنم. طب هل هذه هي السعادة التي تبحثون عنها من خلال جمع المال؟ إذن المال أيها الأحبة ليس هدفا، هو وسيلة فقط لتحقيق مرضات الله تبارك وتعالى. إذن أيها الأحبة، النصيحة الأخرى، إياك أن تشعر بالفشل، لا تشعر بالفشل أبدا، فهذا الشعور عدو الوقت، بل حاول المرة تلو الأخرى وسوف تنجح ولك أجر المحاولة. يعني كل واحد منا ينبغي أن يتصور في دماغه القاعدة التالية: الوقت كنز بين يديك، إما أن تستغل هذا الكنز لمزيد من السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة. ركزوا معي دائما، الهدف يجب أن يكون الآخرة وليس الدنيا. وإما أن تبقى غافلا عنه فتخسر الكثير من الأشياء. والقرآن الكريم قدم أفضل أسلوب لإدارة الوقت، ويكفي أن نعلم بأن المؤمن وقته كله مشغول بأعمال مفيدة، ولا يوجد لدى المؤمن وقت فراغ. وهنا تتجلى عظمة القرآن وإعجازه. آيات كثيرة أيها الأحبة تحض المؤمن على استغلال وقته وتنذره بقرب أجله. الإنسان لا يعلم متى يموت، فتأملوا معي هذا المشهد الذي صوره القرآن، كل واحد قد يتعرض له، وهو لحظة الموت. يقول تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يطلب أن يرجع إلى الدنيا، لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يطلب مزيدا من الوقت. أنت أجلك انتهى، أعطاك الله 50 60 70 80 سنة، وأرسل لك من ينصحك ومن ينذرك ومن وقرأت وشاهدت، وكثير من الناس نصحوك، ولكن أنت لم تستثمر هذا الوقت، فماذا كانت النتيجة؟ جاء الموت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تأتيه الإجابة مباشرة: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالموقف هنا صعب وعصيب، ولن تحصل على ثانية واحدة إضافية بعد لحظة الموت. لماذا أيها الأحبة؟ يعني هذا ما يجعل المؤمن في حالة الشغل كامل، فليس لديه وقت يضيعه، ليس لديه وقت فراغ، ليس لديه وقت ليقتله، ليس لديه اكتئاب أو وسواس أو هموم. من أين يأتي الاكتئاب والوساوس؟ من الفراغ، لا يوجد شيء تقوم به، فيحيط بك الوسواس والاكتئاب من كل جانب. المؤمن في حالة الشغل، في حالة الذكر لله، طاعة لخالقه، ابتغاء مرضاته، التقرب من الله سبحانه وتعالى. وأخيرا أيها الأحبة أقول: والله يا أحبتي، لو أن أحدنا وضع هدفا أمامه، هدف عظيم هو الوصول إلى مرضات الله، لأصبح أكثر سعادة من أي شخص آخر في الدنيا، ولفاز بمرتبة عظيمة بالقرب من الله سبحانه وتعالى في الآخرة، والقرب من نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك ضعوا هدفا أمامكم هو الله. إذا كنت تدرس قل: أنا سأستثمر هذه الدراسة وهذه الشهادة التي سأحصل عليها ابتغاء مرضات الله. سيصبح لك أجر، كل كلمة تقرأها لك بها أجر.
إذا كنت تعمل قل أنا سأستثمر هذا العمل من أجل مرضات الله، فتجد نفسك أنك لا تستطيع أن تكذب على الناس، لا تستطيع أن تغش الناس، سوف تقدم أفضل ما عندك، سوف تساعد من يحتاج لخدماتك أو لمالك أو غير ذلك. الهدف عندما يكون هو الله عز وجل فهذا هدف عظيم أيها الأحبة، يضمن لك الدنيا ويضمن لك الآخرة. ولكن إذا وضعت أهداف دنيوية محددة، الحصول على منصب أو وظيفة أو متاع من متاع الدنيا أو شهادة أو كذا، سوف يمكن أن تحصل عليها ولكن لن تكون سعيدا، ستضيع وقتك، ويوم القيامة ربما إذا كانت أعمالك قليلة في الدنيا أو إذا نسيت ذكر الله ونسيت لقاء الله سبحانه وتعالى سيقال لك فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا من هؤلاء، وأن يجعلنا من الذين يتذكرون لقاء الله الذي قال في كتابه العظيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبأي حديث بعد الله.